تتواصل منافسات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين في آخر جولات الدوري الأول من منافسات الموسم الحالي، حيث تقام اليوم مواجهتين فقط تجمع الأولى العروبة مع الظفرة في الفترة الأولى، فيما سيلتقي النصر مع الوحدة في الفترة الثانية في مواجهة متجددة خلال أيام بين الفريقين. لقاء العروبة مع الظفرة قد ينظر البعض إليه على أنه يأتي بين فريقين في أواخر سلم الترتيب، أحدهما في المركز 12 والآخر في 13، إلا أن فارق النقطتين لمصلحة الظفرة يجعل المواجهة تساوي الكثير في مصير الفريقين نهاية هذا الموسم. العروبة رغم أنه يملك 7 نقاط لكن تبقى معضلة تلقي الأهداف بشكل كبير، حيث وصلت إلى 32 هدفا في مرماه منذ بداية الموسم، مشكلة حقيقية قد تحسم مصيره هذا الموسم. ورغم أن المدير الفني فتحي العبيدي يقود الفريق بشكل مثالي بالنظر إلى ما هو متاح من إمكانيات، إلا أن البقاء بين المحترفين مسألة تستحق أن يبذل لها الغالي والنفيس. في المقابل الظفرة والقادم من تعادلين وخسارة في آخر 3 جولات ينظر إلى هذه المواجهة بمثابة طوق نجاة من أجل الاندفاع نحو الأمام قليلا والابتعاد عن صداع وصراع البقاء، لكن أبناء الظفرة يواجهون مشاكل فنية عدة هذا الموسم قادتهم إلى شح الأهداف وضعف خط الدفاع، ومواجهة مثل التي تجمعه مع العروبة يعول الفريق عليها من أجل البحث عن نقاطها.